ده انت مراقبها من زمان عاد. انت مين انت بتتكلم عن ايه؟ انا اللي مين؟ انا اللي مين وعايز ايه لطخ؟ انت اللي مين وعايز ايه ومالك ومالها؟ انت بتكلمني كده لو تعلي صوتك ليه اصلا؟ ياد مره اشوفك وانت ماشي وراها من بعيد ودلوقتي رافع عينك لفوق مش عايز تنزلها. اقسم بالله اقسم بالله ما خلي فيك راجل يالا. يا عم اتكلم على قدك ما تخليش الادب عليك ما تزعقش فاهم؟ انت اتجننت ياد ولا ايه؟ حصل ايه؟ تعال شوف يا عمي اللطخ ده شفته ماشي ورا بنتك النهارده في الصبح ودي مش اول مره. الواد ده على فكره عمي مش تمام وانا مش سايبه غير لما كسر راسه. قلت لك نزل ايدك يا شعبان يا ولدي. وانت هتفضل طول عمرك كده؟ انا اللي قلت له امشي وراها. انت اللي قلت له يا عمي؟ ايوه عشان يطمني عليها. وانتوا اتفضلوا الحال سبيلكم. عجبك كده يا شعبان؟ لميت علينا الخلق وبكره هتبقى سارتنا على كل لسان. والله يا عم انا كل اللي جا في مخي مخ. هو انت عندك مخ؟ روح يا ولدي روح لحالك روح. ماشي عمي. اسمع هذا لا تخلع اقسم بالله العظيم لو فكرت بس تبص لها بعينك لكون دافنك تحت رجليه هنا في الارض. ماشي همحيك من على وش الدنيا خالص. عارف ليه لطخ؟ عشان رحمة دي تبقى خطيب تاني. الدرجة دي؟ لا الحقيقة عم بسمعك. بس أنا خلصت كلامي. فإذا شو المطلوب مني؟ يبقى أنت ما كنتش سامعني. لا سامعك بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. أولا أنت بدك كمية سلاح شوي ضخمة. ثانيا بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح. ثالثاً هودي الرجال ممكن يقتلوا أو ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك أسماء ناس معين تعطيني إياها وأنا بجيب لك إياهم بالاسم. وعم فكر بطريقة أمرق على السوبر ماركت سكر لك فاتورة مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيلموس علاء الدين. ده انت بتتريق بقى. لا ابدا انا عم حاول فايقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا؟ انا سليم العطار ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة. مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه. وقبلي كان بي وأنتوا اللي اخترتوني. هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز. ياخد وجهي كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقه هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور. ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور. دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج. أنا دوري لسه هيبدأ ولسه هقول فيه قوالة كتير قوي واللعبة هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج.
انت كويسه؟ كويسه يا بابا ما تقلقش. طب حبيت بس اعرفك ان العيله كلها جايه النهارده. ما تبانيش قدامهم بالشكل ده، عايزك تبان قدامهم قويه. انا كنت قويه بزكريا يا بابا، حتى وهو تعبان كنت بقوى عشان اقويه. كنت دايما بقول له انت كبير وكبير دايما قوي. انا خايفه على زكريا قوي يا بابا، خايفه. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زكريا هيبقى بخير. يا رب يا رب. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي، انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله انك راجل يا ابن راجل. معلش يا عم، انا محملك مشاكلي وهمي، وانت اصلا مش ناقص يا ابني. ده انا اللي وشي في الارض منكم بعد اللي عمله ابني. هد كل اللي بنيناه من قبلك ده. كل حاجه هترجع، هترجع احسن من الاول. اوعدك يا عمي. قول لي يا زكريا، عملت ايه مع عيلة عبد الهادي؟ الناس مش مقصرة، قالوا انهم معانا في اي وقت. طب ما دام الرجالة معانا يبقى لازمته ايه اللي انت بتعمله معاهم فيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا ايه؟ مش انت بيعتني بقى الكبير؟ ايه؟ يبقى ثق فيا، انا عارف انا بعمل ايه. لو رحنا عشان نرجع القصر وما عرفناش نرجعه، هتبقى دي الكسرة الحقيقية لينا. اللي عمله عبد الله كان في الدرة، محدش واخد باله منه، لكن احنا كل خطوة محسوبة علينا ومتشافة. ولو القصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين. انا كده كده هحاول اجيب رجالة من الدار، بس لما اعرف اوصل للدار. يا باشا، انتوا مش كلكوا عطرين في بعض برضه ولا ايه؟ مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع، عامل زي الكلب المسعور. غير ان ما عندوش اصل، يعض الايد اللي بتتمدله، بعدين خفيف، يريل على اي عضمايه تترمي له. وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزه. الواد ده انا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ أنا فكرت إنه ممكن يعمل كده. فكرت إن زينب الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياة عينه، مش عايز أي حد يخش في اللي ملوش فيه. ألا هو زكريا عامل إيه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، أنا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف عارف. إيه؟ أنت كنت معاه ولا إيه؟ لا يا فتحي، ما كنتش معاه، بس أنا عارف كويس هو فين وبيعمل إيه، وعارف إنه أكيد هيوصل لحاجة. زكريا أصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت أبوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلاً. بس زكريا مش هناك عشان الرجالة، زكريا هناك عشان متهم في قضية قتل. مش أي قضية، دي قضية قتل ظابط، بس هناك أكيد هو وسط ناسه محدش هيبلغ عنه ولا أدخن تخين. بالمناسبة البركة فيك أنت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا طبعا. ألا صحيح يا سيف باشا، أنت طلبتني ليه؟ عاوز مني إيه؟ كل خير يا باشا إن شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجة على فكرة خالص، المستقبل معايا أنا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله إيه بالظبط؟ شكله زي الفل والصلاة على النبي. قولي بس انك معايا وهقولك هنعمل ايه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ يوه، هتستفيد كتير قوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها. بس اللي انا متاكد منه واثق فيه قوي، انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك، قولي بس انك معايا. القرار اللي هقولهولك لا يمكن تقدر ترفضه أبدا.
عبد الله قدر يستغل الفترة اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه. صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، أنا بقضيتي، حتى زكريا. زكريا كان مشغول بموت أبوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وأنا شخصياً للأسف كنت فاكر إن كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده إن كل ده مترتب. إيه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد، من أول قتل شريف اللي هو في الأصل محاولة لقتل زين العطار، مروراً بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده لغاية ما عبدالله استولى على القصر. يعني إيه يا عمي؟ يعني عبدالله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبدالله أدفع من إنه هو يعمل كده. مظبوط مظبوط يا صالح، في حد خطط لكل ده، عبدالله مجرد لعبة في إيده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم إننا نكسر اللعبة دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة. كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، هو انا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما بسأل عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العالم، امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو، والمأذون جه اهو، وانا الشاهد الاول. وادي البطاقة. خلص الكلام.